ان شاء الله. واه ان شاء الله ان شاء الله. جاهز منها. ها اجاكم ها هاك نسحب فاكانسا موجود. هو موجود حولي موجود وني مز معاك على سطيمة. هاك شوي مال هاك وعاد هو تركي ها هو ها إذا متتبعات متتبعي قناة شوف تيفي أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر من الناظور أيام قليلة فقط عن حلول عيد الأضحى المبارك. الحولي موجود هاك بارك الله والكاليتي والمليح واه المليح ضم الزيان أغلى حولي داير 5000 درهم ولكن الجودة واه الجودة 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 والإتقان طبعا واه الجودة. شحال عمل هذاك؟ والمليح ها 4500 ايه واه كنقول لك 6000 7000 ما مش واه 4500 الله يجعل البركه. واه شوف تبارك الله ما ليش واه 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 قمشنس يعطي البركه. واه راه عارف قمشنس اه المليح المليح اغاش عمي ها السلام عليكم قربان غاس مقربان واه قهوه معليش اخا هو ندير لي ماشي مشكل تا سي معليش انا نقينا واش انا سوايينا واش انا غايني هادو تباعوا لا مازال فيهم مازال ما فيهم ما يتباع واه فيهم بيوعين فيهم مازال واه الثمن مزيان العرف مزيان مهم العياد يتبرع واه انا واه واه ها هما عوضا الاخرين ها ها شوف الحولي ديال المليح المليح انا عايم زيانين انا حد واه نحلم انت سيور سمازيخ انا ماشي كنت فاهم سن واه اذا الحوت واه واه غندخلو ونشوفو الجنطه نشوفو المليح ونشوفو الحولي كي داير حتى الدجاج حتى الدجاج الا بغيتي تعيد بالفروج ها هو ها الفروج ها الفروج ها ها ديال البوبري ها ديالي ها اللي بغى يعي المسكين المسكين ب 1500 حتى 2000 درهم من هنا بوبري عيد اللي عنده اللي ما عندوش يعيد خير موجود 1500 من 1500 حتى 2000 من هنا ايوا ديال الخنيف راه هو ديال الخنيف راه هو ها السلعه والسلعه مزيانه شوف السلعه السلعه بلا شحمه هادو بلا شحمه هادو اش حما والثمن مناسب ثمن رخاء الثمن 2800 شوف الحولي ديال 2800 قدامك شوف شوف تبارك الله 3500 اللي كيتباع في السوق ولكن داير انا غير 2800 باش بغيت بغيت نبيع ما بغيتش انا ديال الخنيفره هو تلاق الموس انت كتعيد من الخنيفري انا كنعيد من هنا ما نكذبش عليك كيعجبني اللحم راطب وبلا شحمه واللحم مزيان وشوف العلف عاو العلف اللي كيلعب الدور
الى الى في سميتو الشعيل والفصا مزيان، و سميتو السكاليم وذاك الشيء ديال الدجاج وهذاك هو ما اللي كيضيعوا اللحم. واه هذو راه طبيعيين هذو. واه شوف ها شوف تبارك الله ها الحول ديالها. شحال هذاك؟ 280 من الطرف. ما كنديرش 300 320 ولا 350. بارك عليا 100 درهم ديالي الله يجعل البركه. الله يجعل البركه. قانع اخويا. قانع انا مول الزيت انا كان نبيع الزيت. ولدي راه كنجيبها من سميتو من الدريوش من تفرسيت من الكبداني من العروي كنشري الزيت بزاف. ولكن ولدي كيبيع في السوق معروف. ولدي معروف في السوق سمير. سميتو سمير معروف كيبيع الزيت في السوق. معروف في العروي. 40 واه ها هما. المليح ها المليح. مليح والرخاء. واه. ايوا هادشي ديال الله. حنا غير كنتصرفوا فيه وصافي. صحيح. الخير ديال الله. واه هذا ها كيف كيف بحال بحال ثمن 2800 انا ما نزيد والو الله يجعل البركه. انا بغيت العياد يعيد ما بغيتش انا يجي عندي انا اللي يجي عندي انا يشري ما نرجعوش بلا حولي فهمتي. واه شوف عاود تسويوه في السردي الصغير ها هما ها السردي هذه السردي الصغير من 1500 حتى 2000 1800 1700 المهم بنادم على حساب الجهه ديالو. هادو غيكبروا هادو غيكبروا واه غيكبروا ولكن دابا كاين مواليه عاود. واه شوف تبارك الله ها شوف واه هذاك راه مريض انا ما نبيعلوش شي واحد انا نبيع الجزار العيد خصي الحولي يكون نقي ما فيه لا حبوب لا تهريس لا تبارك الله هذاك القرع القرع دا واحد صحفي حسن اللي تعرفه حسن بوبلا جا مسكين غير كيصور هنا جا يصور وقال لي القرع واش تباع ولا قلت له مازال قال لي خليها ليا انا ندي صافي دا هو. تباع بشي ثمن ولا لا؟ ثمن بحال الثمن اللي كنقول لك. لا والو انا ما كنديرش شي ثمن مسكين كيجي عندي شفتي؟ كيجي عند واحد النيت. واه شوف. سلعة نقية نقية. والله تبارك الله عليك الصراحة زعما. لا انا ما كنبغيش انا الغلا. شوف غير انت الا مشيتي تشري في شي بلاصه شريتي الغلا واش تبغي؟ ما تبغيش دير الثمن مناسب دير 100 درهم ديالك قانع الله يجعل البركه صافي خلي المساكين انا المساكين الفلوس والو الخدمه والو مليليه تسدات عياو الناس مساكين يستناو مليليه باش تحل ها مليليه تحلات ولكن الخدمه ما كاينش الله يحسن عاون. واه والله يا ودي حتى نشكر اللي جاوا شراو من عندي من هنا كنشكر فيهم بزاف الناس جاوا عندي الناس مزيانين الناس نقيين الله يعمرها سلعه كاين المحسنين جاوا عندي المحسنين شراو نقول لك راه انت راجل معقول معقول ما كانش تخرشيش ما كانش تخرشيش هنايا اللي تسمع قال لك اللي تسمع اللي تقبط دابا جاوا يجي عندي الناس دابا كنهضر دابا إلا جاو عندي هنا ليا ولي هضره ماشي هي هذيك واش هادي راك نكذب على بنادم يقول الصراحه لا سيدي لا انا ما نتقلبش في الهضره ديالي إلا لقى شي واحد الكلمه ديالي تحت انا ما بقاش ندير شي تجاره نحبس التجاره ديالي كلمه الكلمه قلت لي قدا الجوده الجوده العيب ديالي إلا فيه شي العيب ديالي واه
زعما ما عندنا ما نقولوا. ايوا الصراحة البنادم يقول الواقع. وعاود الناس اللي الدراوش ها هما ديال وما ديال الدراوش من 1500 يقول لك 1700 1000 اللي يجي عندي هنا يعيد. مرحبا بهم. واه مرحبا اخويا. الناس واه لا 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 كاين جاو البوبريين هنايا ما عندهمش كيقول لك ما عنديش عندي 1500 مثلا تقول له 1800 كان حيد له ذاك 6000 كنقول له سير الله يدي العيد ديالك صافي كل شيء غادي يبقى هنا انا عاود المهنه ديالي عاود هذه 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 غير هويه الهويه وصافي 40 عام الهويه اللي عندي في هذه الكسيبه انا ديما عمرو ما ربحت في الكسيبه كندير البقار كندير العجول كندير كلشي كنعطيهم الماكله كياكلوا بزاف ومنين ندير الحساب كنلقى راسي خاسر انا عندي ديالي انا عندي المحلات في السوق ولا الجمعه كندير خرده كنبيع خرده وكنبيع الزيت راه ولادي كيجيب كنجيب الزيت وكنبيع الزيت الله يجعل البركه كاين البركه و هذاك اللي واه واه هذه تبع داموله هذا اللي واه هذا ولا هذا؟ هذا هذا مازال هذا 2800 واه 2800 الله يجعل البركه واه واه اللي بغى يجي مرح يشري خليه حتى عرفات العين ان شاء الله يجي واه النمرو 06 67 98 53 67 06 67 98 53 67 واه يلا خويا شكرا متتبعات متتبعي قناه شوف تي في كيف ما كتبنا الان في البث المباشر هنا من الناظور ايام قليله فقط عن حلول عيد الاضحى المبارك والله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه ولهنا وراحة البال ان شاء الله يا رب الحولي متواجد ومتواجد بكثرة هنا في مدينة الناظور كاين ها السردي ها البرقي ها تم حضيت والى غير ذلك واغلى حولي واصل 5000 درهم وارخص حولي واصل 1700 1500 1600 يعني الدرويش غادي يعيد وان شاء الله الناس اللي عندهم والناس اللي ما عندهمش غادي يعيدوا إذا متتبعات متتبعي قناة شوف تي في غادي نكتفيو بهذا البث المباشر من الناظور دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في لقاء مباشر آخر